يبقى الإشعاع الوحيد الذي يشع نورا على هذه المدينة في باب المجالات، وتبقى الربي فخرا للمدينة وللمغرب وللمغرب العربي البردية الوجدية للربي التي توجد بها في العديد من المرات هذا الحفل التكريمي. هذه الدقائق فيه الكثير من الحقائق، تابعوا ماذا قدمت هذه الفرقة الكبيرة على تنمية الرياضة والمنطقة. والله العظيم مش يسهل ويسحبوا يجيو التكريم ويسهلوا يفهموا هذا الشيء اللي راحنا نشوفوه. هادو بيبات لعبوا 4 أو 5 المقابلات بدون الاخذ الحقوق ديالهم، رغم ان الان مازال ما داوش المنحه ديالهم. انتم بشراكه اجمل الاسره الذي قالوا لي كانت رقصات وجوالا والسيد الوالي هذه المناسبة حتى هو شرفنا ورقيق هذا هو السيد حتى هو شرفنا يا الحضور الكريم باش نوقفوا باش نقراو الفاتحة على واحد جوج الناس افتقدناهم في ديال الأسرة تاع بيبي ديالنا مؤخرا، وكان آخرهم كما شفتوا في التكريم سي مصطفى مصالي الله يرحمه ويسلم، والحاجة قادم وجوالا هادو الناس اللي افتقدناهم مؤخرا، وما تفوتنيش الفرصة توصل واحد الخبر بأنه كاين واحد اللاعب ديالنا توفات له الأم والأخ منك، توصل له الخبر توفات الوالدة ديالو، وكاين واحد الأخ عزيز علينا هو السي حسن حديدي الأخ ديال حميدة حديدي ديال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه المناسبة بغيت نهني الفريق المديرية ديال الربي على هذا الإنجاز الكبير اللي حققوا للمدينة ديال وجدة. يا رب
ننادي الان على جوالا محمد ياسين عميد فريق المولودية الوجدية. كنبغي باسمي وباسم اللعابة كنبغي نشكر المكتب المسير تاع نادي المولودية الوجدية على هاد الحفلة اللي دارها لنا بشراكة مع جمعية المدينة القديمة، اللي زعما هذا افتخار لينا حنا كلعابة. يعني كاينة واحد الالتفاتة من المكتب وهاد الجمعية هادي، اللي زعما الصراحة اللعابة مشاو فرحانين ومشاو ناشطين، يعني حتى اللعابة باش يعطوا واحد العطاء لهاد المدينة ويجيبوا الالقاب للجهه اللي زعما الصراحه يعني رحنا كنضحيوا بالغالي والنفيس يعني باش نجيبوا الالقاب لهذه المدينه. وكنشكروا زعما الحضور اللي حضر معنا من قدماء اللاعبين، من اللعابه، من مسيرين، من اساتذه ديالنا. وكنبغيو نوجهوا الشكر حتى للاعبين اللي ساهموا في هذا الانجاز هذا اللي جبناه للمدينه. طاهر بجوال رئيس المولوديه الوجديه للركبي. في الصحافه راني قلت في التدخل ديالي ماشي السلطة الثالثة ولا الرابعة، السلطة الأولى. علاش؟ لأن أنتم المرآة ديالنا، بيكونوا مزيانين غادي يقولوا مزيانين، بيكونوا خايبين غادي يقولوا خايبين، وحنا نعترفوا بالأخطاء ديالنا. يا ريت الناس تورينا أخطائنا باش نتعلموا منها، وهذوك هما اللي بغيونا، اللي يوريك من تغلط. بلادنا ما كانش شي واحد سقسي يقول لك أنا بغيت البلاد الخراب أبدا. كنا عندنا فكرة واحدة على أساس أن هذه البلاد فيه الأمن، فيه الاقتصاد، ما ينجحوا وليداتنا بحال اللي نجحنا حنايا. ماشي مفروض انا غادي نبقى رئيس كاع العام، ما يمكنش. اجي واحد الوقيته غادي نتوفى، ولكن خصني نخلي واحد البصمه لمن لهذا الركبي. غدوهم يذكروا الركبي ويقولوا الله يرحم هذاك السيد اللي خلى هذه الفرقه وخلى هذا الركبي وراه غادي يستمر. وهذا هو هدفي، انا بغيت ندير شي حاجه للركبي للمولوديه الوجديه باش تبقى للتاريخ، باش الانسان اللي مات يخلي واحد الصدقه جديده ترحموا عليها الناس. شكر وكنشكر هاد الناس اللي قاموا بهذا الحفل التكريمي وعلى راسهم السيد الولي، ونعطيه حقه لانه شارك في هذا، ساهم في هذا اليوم المبارك. ساهمت جمعيه الاصل المدينه القديمه على راس السيد ريس اللي كان مول المبادره، وخصنا نتعاونوا، خصنا اوجه ديال حد، اما ديال حد اخويا ماشي تقول لي انت الرئيس صوتوا عليا مكتوب نحكم كيف، لا مالكش حق تحكم كيف بغيت، لا ما يمكن. هذه مدينه تابعين هما ليها من صغيرها حتى الكبيرها، وما خاب مستشار على حفل تكريم على شرف اللاعبين تاع نادي المولودية الوجدية للركبي. اطر التتويج بالازدواجيه اللي هي كاس العرش وبطوله المغرب ل 2024 اللي حقيقه كانت عند جداره واستحقاق. وهذه الالتفاته ديال المكتب ديال الجمعيه ديال نادي المولودية الوجدية للركبي مع فعاليات المجتمع المدني يعني خلات واحد الصدى، واحد الفرحه عند الحضور الكريم اللي كانت للناس اللي حضروا كلهم الناس ديال الاسره الصغيره نتاع عائله الركبي. والحمد لله كل شيء عبر على استحسان ديال هذه المبادره اللي كتزامن وتصادف المناسبه ديال احتفالات الشعب المغربي بذكرى 25 لتربع صاحب الجلاله على عرش اسلافه المنعمين. وكانت فرصه كذلك باش يتلاقاو الاصدقاء ويتبادلوا دوك الذكريات القدام، وكانت بعض الكلمات اللي هادفه، وكانت بعض الاشارات قويه باش ربما جا الوقت باش مدينه وجده والرياضه تاع الركبي ترد لها الاعتبار، لان رياضه الركبي كتعتبر واحد المرجع اساسي لجهه الشرق ومدينه وجده على الخصوص. رئيس مجلس عامه وجده انقاد، اليوم جيت حضرت التكريم ديال المولودية الوجدية للركبي، هذا الفريق اللي حصل عليه هنا. كنشكر المؤسسة ديال المولودية للركبي، كذلك المشرفين، المسيرين، العائلة ديال بوجوالا اللي حققت دائما واحد المجهود خاص.
احنا كمنتخبين وانا كرئيس مجلس عمل الاتحاد كان كنعطيو واحد التعليم خاص للرياضه في جميع مختلف الرياضه. هذا واجب علينا لان الرياضه اليوم اصبحت تشارك في التنميه وعندها واحد الدور كبير في سمعه اي مدينه كما كانت. كذلك نشكر السيد الوالي المحترم على الدعم ديالو للفرق الرياضيه الثقافيه الاجتماعيه.